يسعى طالبان لزيادة الصادرات لإنقاذ الاقتصاد الأفغاني من الانهيار وسط مخاوف من انزلاق البلاد لمزيد من الفقر والجوع. قال شير محمد عباس ستانكزاي نائب وزير خارجية حكومة طالبان أمام تجمع في العاصمة الأفغانية كابول، قال إن المساعدات الإنسانية لن تحل مشكلات أفغانستان الاقتصادية، وإن الطريقة الوحيدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي اقتصاديا تتمثل في تعزيز تصدير المنتجات المحلية إلى الخارج. وتعكس تعليقات ستانكزاي سعي حكومة طالبان لإحداث تحول في أفغانستان، رغم أن المساعدات الخارجية تساهم بأكثر من 40% من اقتصادها بحسب بيانات البنك الدولي. وتأتي مساعي تحقيق الاكتفاء الذاتي في الوقت الذي فقدت فيه أفغانستان إمكانية الوصول إلى احتياطياتها من العملات الأجنبية البالغة نحو 9 مليارات دولار بعد تجميد الولايات المتحدة لها عقب سيطرة طالبان على الحكم في أغسطس الماضي.